شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل فاش قاعد تعمل؟ نحضر في الطعم تاع المصري، خبز منفخ وسردين انايا. هذي قاعدة تشم. ايش؟ ايش شوفني كيفاش نعمل باش تعود انت تحضروا. فاش قام يا عارفي؟ انت ماك مستانس تستاذ بالتريمولينا والكالوليكا والقنبل يعني. يا حسرة، ماني طحتك ببلاصة فيها الحوت ضغفة، فيسع ما يحصل. جبت اللي وصيتك عليها؟ اي صحيح عارفي، السنار والخيط والرصاصة. ارميهم في القفة. تعرف انت يزمك تتعلم المصيد وهكاك تولي تخرج معايا كل نهار احد. علاه عارفي فاش قام حتى نهار احد تحب تكمل تنقبهولي؟ يا بنتي المصيد باهي يرتح البال. اي ما وجهي في نقصد وجهي في وجهك سير الايام وزيد نهار احد ياسر عارفي. اغزولي كيفاش نختم. عارفي يا اخي مش كنت تقول لي انت كنت تخرج تصطاد انت خويا سليمانه؟ يا حسرة يا حسرة، كي كان مخه فاضينا توا ولا استاذ ويقري معاش لقينا وقت. تي بالعكس توا وين يولي يستاهل المصيد. عارفي علاش ما تهزوش معاك غدوه للبحر اللي فيه الحوت المسطك؟ زعمة؟ شنية زعمة؟ خاصة يا عارفي لو كان يصطاد معاك حوتات باهين كبار وقتها يرجع له القوست نتاع المصيد ويولي معاك كل نهار احد. لا اجا اقعد ارفس الخبز والسردينة هاني راجع. عارفي يا عارفي يا عارفي ايش عملت لك؟ ايش ربي انا تو مش تقدر في السردين المنتنا شو؟ شو كيفاش كاتب راف؟ كاتبه بالاي بجاه ربي هذا كيفاش تخلي الفاكولتي؟ كان باش نواصل نقريهم الجماعه هذوما لما ننسى الاورتوغراف والجرامير. وي دلندا سامحني دكتور، فما شكون شاد صحيح يحب يقابلك. شو؟ باسيون توا؟ لي صاحبك البيجي. او لا لا او لا لا طوب جه ربي ناقصه انا ها وقت تشوف عندي برشا خدمه باهي يلا قول له يدخل. هاي تفضل سي البيجي. يا راجل وينك يا الغيبه عاد؟ ايوه وينك وينك ها؟ اش هو لاباس؟ اش من لاباس يا باجي؟ اش من لاباس؟ هاك تشوف نهار سبت عشيه وانا مشنوق بالخدمه. دكتور ما زلت حاجتك بيا؟ دلندا نو 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 تنجم تروح. قل لي دلندا وين باش تعدي الويكاند؟ باش تعدي لي شيكيب توا باش نمشي نشرب حاجه من بعد نتعشاو في ريستورون.
حق دلندا فكرتني يجي عايشك. شو عندي شويه خدمه باش تحطها لي على الاورديناتور. ها دكار اتو كي يخرج الباجي نعيط لك. حاضر دكتور. اخ يا دلندا يجي عايشك. شوف جيبك الفشفاشه واعمل ضربات في البيرو، فما ريحه ما نعرفش منين جات. وانت وين ماشي في الويكاند؟ شنو يا باجي وين ماشي وين عندي نمشي؟ هاك تشوف فيا بجاه ربي استرس يهز فيا وينفض. ها وربي يستر وكاو. بلا اسمع كلام غدو نتعدى لك صباح بكري نمشي مع بعضنا نعملوا طرح مسجد كيف ايام زمان. يطيب ريحتك يا مدموزيل دلندا. باجي ايش قلت لي عاد تمشي معايا والا لا؟ اسمع لطحتك ببلاصه اشنية بلاصه تغلي بالحوت كل جمعه نروح بسطل للدار. شو يا سطل يا سامحني يا باجي ما عندك علاش تحلفني قبيله وصيد دلندا باش حتى حد ما يدخل لي البيرو. عندي برشا خدمه لو كان ما جيتش انت صاحبي خويا. الله خير عاد انا ندز الباب وندخل يراك خويا وما احنا كيف ما احنا. شو اولا يا باجي ساعه هذا مش محل هذا كابيني. ثانيا من قبيله قلت لك راني مشنوق وبدا راسي يوجع فيا ولذا تعمل مزية عايشة. فهمتك يزمك الخيوة طو نجيبك الترموس. نعرفك ما تصبرش على قهوتي هاني رجع لك فيسع يا باجي. وعندي شكار حكايات يا باجي. قلتك رجع لك فيسع. بربي منين الريحة اللي دبغت هذية ما فهمتش منين جات. يا خيتي على ايام قديش تلف في دقيقة جمعة بعد العرسة. صحيح الجمعة تعديت عليا كلعة. الحق عزة خلت عليا بلاصة كبيرة. خلت عليك بلاصة في الخدمة مش هكا. هكا لا فضيلة كلام هذا تقولوا كانك على الخدمة هي رجعت لها. أنا نحكي على الدار فرغت عليا من اللي عرست. ملا ما زلت في كونجي عزة؟ خذيت شهر كامل كونجي. صح البنتي صح. إيه زينوبة هي اللي دبرتها كي عرست. إن شاء الله خير. فيش بعد العرس خذيت كونجي على الطول. الو فوفا تي وينك يا فوفا؟ نخرجوا تي نخرجوا ملا ليه؟ هيا فيسا عني سنة فيك. هاي هاتو توت. هاي حقا يا فضيلة يا اخي باش تعملوا السابع ولا ليه؟ ابو سرى مازال يعملوه السابع؟ بكري يا حسرة كنا نعملوه، أما توا حتى ما عاد يقول بي. أختي زينب، أنت عملت سابعة؟ ما نتفكرش. لا أنا نتفكر بالقدا. أختك زينب عملت عرس سوري للخر. شوية شروب، تعبت درجي، وناس كل حد روح لداره. أختي إحنا في صبرنا نعملوه الحق. إذا كان عزة شاهية نعملوه. والله كي تجي تشوفه مش شاهية ملالي وحوتة وجويلة. أختي جنات ظهر فيك مزنزع الحوتة أكثر من السابع والجو. أنا لحاك أنا ما زلت محافظة على القواعد والعويد أكاو. دي وينك؟ مش بيك التوى؟ الغلطة مش منك أنت، مني أنا اللي نحاول فيك. بيه بجوه ربي يا باجي شنو اللي صار من اساسه؟ حتى شيء، كان هذه ماهيش تطريده بضخامه، اش تسميها؟ انا طردتك؟ شو عندي قلت لك؟ قلت لك يا باجي عايش خويا عندي برشا خدمه تنجم تمشي. مش مشكل، اما بالذي لا اله الا هو، لا عاد نحكي معاك على المصيب بتاه، فل! لاباس دكتور؟ دي سافا طبيب برد هذاك يرجع ما عنده وين يوصل. دلندا نجم تروح؟ باهي وانت مازلت قاعد دكتور؟ اش باش نعمل؟ نطلع نسكر على روحي البيرو ونكمل خدمتي. هكا عندي الليله وغدوه نجم نمد سويقاتي ونرتاح. ميلا بون ويكاند. بون ويكاند. ازرب روحك عاد. شكيب راه خلطت ويستنى فيك اللوطه. لا مظهر لي دكتور على خاطر ما شو دلندا عايشك. باش تفهم انا وياك اون فوا بور توت. راني مانيش راقد على وذني راهو وهذيك مشكلتي. تحكي على التليفون دكتور؟ وي سامحني مراك غلط. كم انت حصرت لي عشاء الكل في البيرو جعت يا اخي بعثت فوشيك يجيب لي في ساندويتش. ابون صار طلع فوشيك هو تري بيان
كيف وشيك؟ ما يسالش. صباح الخير. صباح الخير دكتور. دادو يا اخي مروحه؟ ايش او تو ظهر له بشي سيابني يا اخي. شبيه شنو اللي صار؟ وحتى عارفي عرضني متغشش، هز السنار والطعم ويعفص في الطاجين يكسره. طارق هو عارفي حاب يهزه معه المسجد يا اخي. ما حبش. ما حبش هكا معناتها مش تراسي في راسي. شنو اللي مش تراسي في راسك؟ لا لا حتى شيء. شدها وكسكروتها. اوه تشوف في ريحه كي الريحه اللي في بيرو. عارفي يا بنت الكسكروت مسناك ريحه جديد معناتها نظيف. عجب كيف اللي ريحه حوت. هاي نورمال. امك وصيتني على كسكروت تل ولا انا غلط؟ تعرفش كيفاش شد معاش حاجتي بالماكله. كلو انت تو نمشي نفطر في دارنا. باي باي دادو. ان شاء الله ديما هكا تشم في الروايح. 4 طليات بالصابون الاخضر والريحه اللي حابه تتنحى. والله ما نجرب الجافي. عزوزتي في شيء نزك الليلة؟ وين عندك باش تهزني؟ السهرية الليلة في دار خوك. نعم؟ وش بني أنا في باليش؟ شكون يحكم في الدار؟ أمك. معناتها الليلة مانيش خارجين. لا وكي تجي تشوف أحسن. توا كي يعملوا بلاصة الواحد ينجم يتفرعك فيها بأقل من 5000. توا نمشي. خسارة عزوزتي ساعدة الليلة سوقي عطشنا الفيس. يا لطيف كنا نجمو نشربو بيهم جزوزتين فيوتين. هاني قاعدة نخيط لك في الفلسة والمرة الجاية رد بالك مش كل يوم تقطع حاجة. باهي قول لي عزوزتي وقتاش يلزمنا نبداو في درسي دي خويا؟ وقت اللي تحب. بيان هاني سبقت. اسمع ورد بالك على حوايجك لا تبقحهم. ما تنساش غدوة باش تحضر بيهم في السابع. مني نعرفك عاد كي تنسى روحك توا حمرغت كي الغشي. حاضر عزوزتي. تمشيشي تضربها قد قد في العشاء على الاقل ينقص عليا شخيرك. شنو موضوع عزوزتي؟ راني راجلك مش ولدك. كان جيت ولدي راني وريتك الدلال. توا واش باش نعملوا في غدوة؟ هكا ملقاو يعملوا السابع كي النهار الاول نتاع لونترينمون. يلا غالب باش ترسي لك تقوم بكري باش نجمو نعملو سيونس الاولى وهكاك تنجم دخلت على السابعه وعلبتو. السلام عليكم. امي وني؟ في دار نسيب. يا باهي قلت لك في دار نسيبتك. سمعتك. اوه انا ما نعدي هالباك لما نولي شوالق. شنو هذا كل مراجعه؟ واه يا اخي ماكش ترافي وذنها حمراء من البورتابل هذيك على قليلة راهي ضربة ساعة بلا 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 مع صاحبتها عايشة. هي عايشة ما ياسر ياكلوا تليفون ما عادش لقين معاهم باي في الريزو. اسبوعي شنو محضر روحك للسبعة؟ هذاك كان عاتي ربي راهو مازال يكمل في الفواياج دو نوس نتاعو. اي والله خسارة كان مش طالع بولو بعقله نحاول فلوسه راهو مازال ولتوا في تبرقه. اي فوق علينا عاد ملحكي هذي نحب ننساها. تعرف طوطون كان سافرت تيعز لبرا خير. حقا تتا يا اخي انت وين عديت الفواياج دو نوس نتاعك؟ انا مسي طيب مشينا لتايتي. سيتي ميرفيو. صح عليكم احنا هذي تايتي ما نعرفوها كان على الباب سجل دوش. بابا 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 تقتل لبستك طوطون تري 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 شيك. اخترتني عزة. مالا شكون تحبو يختارها لك؟ هذاك علاش أول مرة طونطون يدخل من غير ما يتعدى للكوجينة. ليه عاد بالحتة هذه تحبو يدخل يعفس ويرفس في التناجرة؟ بالحق ما يلزمنيش مسخ حوايجي. عزة بن عليا. دي قنوشو هو مازال يوسخ حوايجو. كي تحب تعرف شنو فطورنا في الدار اغزر حوايج طونطون. ليه عاد هذاك كي كان عازب ميمته كانت تغسل له في حوايجه اما توا ولات مرته ولا يرد باله ويخاف. اسكت اسكت يا اختي زينب هاك مدبرتها سيدي خويا لتوا ميمته تغسل له في حوايجه وطيب له في ماكلته اما انا الاخرى مريتي. لا يا بيا لا يشويني يدفع على مريته. اما سيدك خوك مش مريته هي اللي تحكم فيه. زينوبه زعما من وصيكش عادل لا فضيلة
يلزم حوتة كبيرة باش الخير يدز ويجيبونا برشا صغار. ما تخافش وراس أختي الحوتة تززينا وتفطرنا الكل ونشبعوا. ليوة أنا مش نحكي على الفطور يا غربة، أنا نقصد قد ما تبدا الحوتة كبيرة قد ما بهيلهم ليهم وليا سمحني والمستقبلهم. يا للا تهنى، غدوة عالصباح نمشي بيدي للمرشي ونجيب لك شهوتك، نقصد حوت السابح. هاي تصبح على خير. تو تصبح على خير يا فضيلة، إن شاء الله ديما هكا فرحانين. يا ناري على وليدي توا يخلط. ما تتفجعش أنا أنا. وفما واحد يتفجع من ميمته؟ توا تخدم يا وليدي. اش باش نعمل يعني؟ هاو توا كملت صلحت الامتحانات تاع الطلبة. وأنت عرفت السعيد شنو جاي تتهنى عليها؟ كنت حدا خالتك جنيت. شوف رات عيني ورات، والشحة والطمع نتاعك المخلوقة ما راتهمش عيني. علاش فما احكي لي؟ ما قلنا غدوة كان حينا رب نعملوا السابع نتاع وخايك. شنو أمي؟ عليه؟ اش عملت لكم؟ عليه المصروف الزايد؟ فاش قام السابع نتاع وخايك؟ اش فيها نحكي؟ مش نعملوا لما تفحج البناية على كعيبة الحوت من بعد نطيبوها ونأكلوها، وين ترى فيها المصروف ترى؟ هكا يا عمي هكا كعبة حوت باش يتلموا عليها ضيفان كاملين؟ ناخذوا حوتة كبيرة. ما بالمجد هي باش تكفينا؟ قلت لك شي مصروف ومصروف زايد زادة، وحوتة كبيرة حوتة كبيرة باش تكلفني على الأقل على الأقل 70 دينار. سامحني وليدي حصلت قلت إيه، لو كان جليدي والله على شحة جنيت لما نحللها حكة سردين. سردينة؟ اي والله فكرة أمي سردينة. علاش غدوة ما نفطروش سردينة؟ عندي مدة شهية سردينة؟ اي تحقرها انت سردينة. استنى بركة تقطع طن من البحورات وتو تشوف السردينة لما تولي بقدرها. مشيت معك سردينة جنات تضيف زروس الكعبة مناني تطلع لها قرعة. ليه ليه مش قرعة سردينة. هي ما البنية عزة الحوتة اللي باش تفحج عليها نحطوا لها كعبة سردينة. تي يام يا أخي لازم هي تفحج على كعبة حوتة. تي هاي جنات قتلك هذيك صبرهم. بربي صبرهم صبرهم صبرهم، كان كل حد يتلهى بالصبر بتاعه رانا لبس علينا. هاي شنو الحل توا؟ شنو الحل؟ أمي رقيتوا الحل. تعرفش كيفاش؟ أنت غدويكا امشي أقضي السردينة متاعك على روحك، وكعبة الحوت الكبيرة خليها على ولدك. كي باش تشري حوتة كبيرة فاش قام نشرو في السردينة؟ لا يا أمي مانيش باش نشريها، باش نتسلفها. تتسلفها؟ ومنين باش تتسلف حوتة؟ غدوة تعرف وراس أمي عزة لما تفحج على حوتة كبيرة، أما جنات ما تفحش كان على كعبة سردينة. هيا نروحوا. والحليب والفل والياسمين. صباح الخير امي. صباح الخير امي فضيلة، علاش تعب في روحك عليه؟ حاشمة من امك. اي قوموا قوموا فطور العرايس يستنى فيكم. اسمع انا ماشي للمرشي باش نقضي وانتم حضروا روحكم للسابع. سمعت؟ هاي قوم. ربي يفضلك امي. اسبوعي تنجم تقول شكون عنده المفتاح باش المره الجايه نعرفكم شصدم عليا لداري البيجي ولا صادق الكهري. عندك سيدي خويا عنده مفتاح ما عمره ما استعبله، وامي و شنو الليستة مازالت طويله؟ لا 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 كهو. علاش شيء عروسي مش تاكل عظمتك ولا كيما البارح زيد يلزمني نقيم بيتي. سليمان سليمان ها
امي ما لاباس. قوم عايش ولدي نهار راح. علاش؟ نهار راح الحوته. حوته؟ اما حوته يا امي. يا ولدي الحوته اللي باش تتسلفها. داكورد. وزينب ويني؟ ايه قامت من بكري مشات لهذاك شو اسمه الايروبيك. مشات تترينا. تترينا؟ كان ترينات معينة في الكوجينة كان ربي راها مخليتني مشنوقة. هاي تهنيني على الحوتة ما. باهي يا امي باهي تريت ربيع باهي. اوكي فطورك على الطاولة يلا قوم عايش ولدي نهار راها حيا. الو باجي. صباح الخير خويا. صافا؟ ها اش تحكي؟ تعرف يا باجي ما عندك علاش تحلفني البارح غمضه ما جاتنيش على خاطر خليتك مغش. هاي شي ما صار شي ما صار. قول لي باجي خويا اش تعمل انت تو؟ ها تصطاد بالله؟ صحه 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 ليك صحه. ها قول لي فماشي حويجه؟ ها فما مس فما مس شيء حتى كعبه مزف؟ لا عتبه. شكون العتبه؟ فوشيكا. اي مع شيء طبيعي هز فوشيكا معاك مالش. اي تي نعرف نعرف. باهي باجي باهي تو من بعد نطلب خويا. ها داكورتو باهي. سالي سلومة. بونجور سلومة. أهلا صباح الخير مدام لبي ذبيس. هيا زي عاد اختالي صاحبتي اقعد فوفا فطر معانا. ليه عالصبيح ناكل عدم عربي وعسل وزبدة سفابا. اش تفطر الصباح انت؟ صحلوب ولا لبلابي؟ بتفعلي من البيلب. انا ساعة الصباح فطوري الساعة 100% شركة مع بابلموس كاستي انفوزيون سان سكر بيان سور. اذا كان جهنا ميده بالشر. ياخذ كرا بسكوت. وما تدوخش في الايروبيك؟ ليه خاطر الميثود متعروفه ما تعتمدش على القوه تعتمد على التنفس على الريسبيراسيون. نعم نعم. وشكون هذا سيروفا اللي يعلم فيكم في التنفس؟ لونترينور نتاعنا كي تشوفوا قداش مسكل مسكل حكايه فارغه من داخل هذاك تلقاه فارغ سي دو لا غونفليت كما يقول الجاوري. مالا شكون اللي قويين بالمنجد؟ ها اللي عندهم كريشه كيما هذه. بون انا خليني نمشي الماسوزه تستنى فيا في الدار. اي اكتبت بالله. يقول لي هذه اش فيها ما يتمسد؟ هما اوموا هي وسي طيب تجيهم الكينيه حتى للدار تعمل لهم دي مساج. فيق فيق على روحك شو الشي كيفاش مفرط على برا. سبوعي شوف شكون ما نجمش خاطر نهضر بني فطرت الصباح وانا قاعده نشيح في شعري. مابنيش اسبوعي التوا ما قمت ولدي التوا ما حضرت. صباح الخير نانا. نهارك زين. شبيك مو لاباس مازال بكري؟ وا كانك عالسبوعي توا في ساعه يلبس وانا توا نكيج ونجيب حداك باش نحدد لونسامبل نتاعي. هيا بيه هيا ملا اسر بروحك واخرط عليا. اسبوعي ما تحشمش مني راني بنتك. عرفتي قول لي عاد المبتعدي عندنا ناطق ها فين هذا يسرع عدو في اللي عندنا عليهم ولا اللي حرام ضدهم؟ أمي تتفرج في التلفزة؟ هي عليه جبت الحوتة؟ الحوت؟ أي أمي عندك الحق بي أنا قايم طوى 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 تحرق في ساعة ما عادش بكري تريت ربيع بي. هلو باجي
اهلا خويا لاباس؟ لا 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 نجد عليك وبرك هاو. قل لي باجي وتوا فما مس فما مس ها؟ يا ربي قل لي يا اخي شنو الطعم اللي تستعمل فيه؟ شنو؟ خبز وسردينة؟ لاش بيه تستعد في القطاطس يا اخي ولا شنو؟ الله يهديك يا باجي الله يهديك. باهي 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 تو نعاود نكلمك تو نعاود نكلمك. انا نعمل لك في ستريس انا ها؟ نعمل لك في ستريس يا خويا هاو باش نفسر لك بالفلاقي. يا سيدي بالعربي انا حاجتي بحوته كبيره على خاطر امي شاده صحيح تحب تعمل السبعه بتاع سي اسبوع. هاي عزوزتي اش قولك فيا؟ بيه وين اش قولك في مكياجي؟ انت عزوزتي تقتل تقتل تعرف عزوزتي كان ما جيتش تعرف معرسه راني جيت خطبتك. يزيدش مزمار على السبيل. تك 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 كلو عزوزي بعد الفطور نخرج نفيسو بالحطايط بتاعنا كيك نمشيو لسيدي بوسعيد نعملو زوز كيسان تاي تهنا فوقي 5000. 5000؟ مش البارح قلت له 12000؟ مو البارح في السهرية خرجت انا في شيكة خلصت له شيشة وكاس جي في القهوة. صحيتك سي الشباب حارم مرتك من الخرجة وتصرف على اصحابك. ييي هذاك اللي مزاق. اسمع نقول لك يا بابا منو هكا الفلوس الكلهم يقعدوا عندي انا وانا اللي نعطيك المصروف متاعك. فهمتني ولا لا؟ شبيه هذي؟ كان مجيش نعرف نقول خذتني نطبع في فلوسي. اهلا اختي دوجا مرحبا. عسلامة. لا لا شنو هي الريحه اللي عندكم؟ قول نشم فيها من الكلوار بالعمل جاتني لنوزي سبي. هذيك ريحه الحوت وما تعملش النوزيه اللي تقول عليها. انا زينوبتي سافا سافا. قولي البنات سافا لاباس وين وسلم لهم مش يجيب في جريتو. بو صباح الخير مامي. بونجور سافان. الو سافان وي او اماني هكا خارجه من غير ما تسلم عليا. عسلامه مامي. عسلامه. واه يخش بيك خارجه كالسارق انت. هكا ماما انا فلوطه واني جايه. ها عالصباح مبدله مزينه وخارجه هذا اللي باش تعاوني. امي امي جوست نافت اللوطه العايشه نخس كراسه الفيلو ونجي. يا لالا مقوى ساعدها عايشه ولينا نبدلوا ونزينوا باش نهبطوا لها على كراسه. ما يمسوسها ماشية جاية وبين يا دار مقام هونية. هتا كي جيت تطلع لك هي. يعيشك اختي فضيلة خليها تعبت لها. هتا تمشي ترجع فيسا. اماني اماني تحب نهبط نجيب لك كراسة الفيلو من عند عايشة؟ ما نحبش. امي يامي دقيقة نهبط لوطة ونجي. كاش اذا كان الدوجة وبنيتها يشمروا على ذرعانهم ويجيوا ينظفوا معايا السردينة. شنية؟ اين نظف لي سردين؟ اجامي وحوت ازرق دايوغ جيم با لو فاسون بلو. اختي احنا ذاك اللي نقدروا عليه الحوت الابيض كي راهو سويم وجوهنا تزريق. مسكينه عايشه باش تقعد تستنى فيك. وفي توشي متوتويت هيا برا نحك الحوايج وسبقني ترى. اما هاو نقول لكم ميامي السردينه هذي انا ما مسيش راهو. أم يامي عطيت قشر البصل خاطر دميعاتها قريب شي هبطوا. وعلاش ما تجيش انت تقشر البصل؟ انا ايش بيديك بالحنه. قوم قدامي يلا قوم. قل لي زينوبه يا اخي شنو حكيت لي السردين باش تعملوا السابع بالسردينه؟ تي لا ماما سردينه ذيك الفطور اما الحوته الكبيره اولاه بها سليماء. تو هكا توا سبع سوايع نستنى فيكم بعد تقولي السابع ولا شنيا؟ استنى شوية بربي استنى. حاجة عندك شعول؟ شنو؟ حاج شعول يشعلك الشفايف نتاعك اللي يتكيفوا من الصغرى. قلت لك شعول راهو مش محاضرة في مخاطر التدخين. استنى استنى الساعة. شتعمل أنت هوني؟ تسكن في البلاصة؟
لا استنى في الغشيره بتاعي تسكني. شكون سيادتك انت؟ ابون شكون سيادتي؟ تري تري بيان، انا البروفيسور سليمان الابيض بسيكو ثيرابوت، وتوا جابت من هوني لان اديلك بول غشيره. قول لي بربي، عندكم واحد مصعصع في البلاص هوني ان بو حاجه كلوفه هاوكا بسيكو حاجه شنو بوك؟ entre nous et nous petit caractère مشي تعاون حميدك في الكوجينه. اوه بربي فك عليا ماما، حتى انا كيفك راه ريحه السردينه ما تقهيش هاكا معاه البنات تاع عاونوه. اماني جيت شي توا، هاني جايه يا امي، امي هاني جايه. شي الفروخ هذوما اللي ولاو الملي البلاص. سامحني لا دوجه، شنو احوالك؟ لاباس؟ احكي لي شعملت مع الباشي؟ شعملت مع الباشي؟ شعملت مع الباشي؟ شي ما عملت. نهار اللي طلبته في حوطه كبيره البحر انشح. تحب الرسميه؟ صاحبك الباجي بابا تلقاه عمره في حياته ما شات كعبه سردينه، جاي يكذب ياخي حصل. الو باجي، ها شعملت لي في الحوطه المحنونه هذه؟ نعم شو شنو انا شخشب فيك ونعملك في ستريس؟ تدري بيان مالا صحيت انت يلي طلعت صياد ماهر؟ نعم انت كان تعدى قدامك توا بلان بلان ما تشوفهاش. انا يا حسره عليك تيانا، انا كنت نجبد في الجغالي هكايا والقاروس هكايا من غير طعم. انا ما مراني راهو الحوت الكل شيخ عليك قدامك توا. شنو علق علق؟ شفت سلومه شبيك مغش؟ حط شيء يا امي حط شيء. تحب اقول لك الحقيقه؟ شنو؟ انا عملت على سي الباجي باش يصطاد هذه الحوته الكبيره يا اخي، هاو طلع ما اصطاد حتى كعبه وزف. صار معمل على الباجي باقي ما عينكمش تشعفوا انت وخوك من الباجي؟ يا والله حال هاي ما تغششي بالك شي توا ربي ينوب. على كل حال هكا ولا هكا انا عملت الفطور شبع سردين. نانا يا نانا اجي شوف لي السلسله ما حبش تتسكر. ما تقوليش سمنت عاد في جمعه يظهر لي سمنت وعلى ساعتي. ويحلى يا بنيتي ويحلى. هو بزاتو ما حضرتوش جوعي استنوا فيكم على الفطور. على الحوته نانا على الحوته. زوزي تجيش كي جيت فحص على الحوته تعفسها وتغفسها. ليه يا وليدي هالبين تحب ترزينا في الفطوره في الحوتة؟ نانا تلهي بي خير يا بنيتي، نخاف نتقوى عليها السلسة نهلكها. و عزوزي عزوزي علاش ما تعملش كيفي؟ كي نجي نقفل الفلسة نشرب كرشي. صحيتك سي شباب، كي كرشك انت كي كرشي انا. اسمع انت، هو نعاود ننبه عليك، لو كان تضحك مرة أخرى ولا تقول لي انا ما شديتش الحوت ما عادش نخليك تبات في الحنوت. باهي عارف باهي، اما انا نقول لو كنت حطيت لها السنار في فمها هكاك تبان مصطاد خير. مش كان نقصت من الصوتيه بتاعك انت خير؟ انت لو كان ما جاش السبعه بتاع اسبوعي باللازم انا نعملها العمله. انا تراسي لي نشري في حوطه مع عند الصياد المتشبي سي با فريسا. الباشي جايب الحوتة؟ هاي الحوتة يا بابا هاي. تريد لم يا؟ توا أمي فهمت علاش المثل يقول حوت ياكل حوت. يا عرف مو أنت قاعدة على فيها في مصر؟ أنا نحب نسألك سؤال، علاش الصياد اللي بجنبنا اصطاد ما شاء الله شبع حوت وانتي كعبه؟ لا الطعم الطعم فالسو، هو اللي هرب عليه الحوت اخر مره نصطاد بالسردين. عرفتها فريمون عرفتها. انت زاد عارفي لسقتك الريحه؟ شنو لسقتني؟ اعرف المراه طردتني بيت النوم نصتي بيتي بيت الصعده. انا زاد عارفي البارح العشيه خرجت نعمل في دولاشه في السوق يا اخي القطاط شد وجرتي، انا نجري والقطاط تجري، جاب ربي تعدى واحد عنده حاشاك كلب برجي ركشت وراه. لا يمشي برك يمشي يمشي.
دون كيشوت الناس تبسي سان شوبانزار او كنت تسمع لي الكلام وانا جبت لك حوتك شو بالحق يا باجي سامحني خويا هون تاعك ها باجي بحليك يا باجي سامحني ماك تعرف سبع اسبوعي وستريس الله الله عليك الله الله عليك ايوا يا جماعه ايوا تفضلوا لا لا ما يسالش يا عارفه يا هاي راني مش نموت بالشر بالك شي يقلقوك هكا باجي هكا انت تقلقني يا هيا برك راي ما كنت خلتي فضيلة تتاكل عشباع تغير شنو تتاكل عشباع خلتك فضيلة محضرت لنا شبعة سردينة سردينة ايش بها سردينة ها سردينة فرشك وتتقرمش ايش تخيروا عليها والله لو كان زيني المنين 500 سردينة لك همسك الحمد لله يا بنات هاتوا القرابط فيسا هي طيب لا لا يا امي ما هوش لازم تقربتها كيفاش حط السبع يلزمها تقربت تي لا يا امي ما تنجمش شنو ما تنجمش سايب لهوني الحوطه شنو هي هذه هاي كي كعبت الوزف شبيك يا بنيتي اللي يحسب وحده يظله من البارح ما كليت شيء نستنى في الحوطه يا يا نانا رجعتني يلا غالب يلا غالب عملت على الباجيه وخليها بيا اي وين المشكل باهيشي ما ثمش حوطه وما ثمش تفحيش وفات الدنيا هانا باش نعملوا فطور قمقوم مع بعضنا تبارك الله ونفرحوا بسبع اسبوعي وعز الحمد لله ارتحنا يرتحك من عدوك يا مي فضيله امي لا عطيه بتاعي باش نفحش عليها انا مبسني نعم بابا الحوته هذيك ليا انا المنكوسه للعروسه شوف 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 شوف